السلام عليكم. سنتحدث في فيديو اليوم عن التفكير الإيجابي وكيفية ممارسته وأهمية التفكير الإيجابي على حياتك والطريقة التي تتخذ قراراتك بها. ولكن بداية دعونا نتعرف على التفكير الإيجابي عن قرب. التفكير الإيجابي هو الموقف المتفائل من الأشياء، ويعني ببساطة ممارسة التركيز على الخير في أي وقت يواجهك أو حدث تكون فيه. ويمكن أن يكون للتفكير الإيجابي تأثير كبير على صحتك الجسدية والعقلية، ولكن هذا لا يعني بالطبع أنه يمكنك أن تتجاهل الواقع ومجريات الأحداث من حولك، أو أن تستهزئ مشاكل وتقلل منها. على العكس تماماً، فالتفكير الإيجابي يعني أن يمكنك التعامل مع الخير والشر في الحياة مع توقع أن الأمور ستسير على ما يرام. وأيضا سيساعدك في أن تثق في قدرتك على العمل اللازم إن ساءت الأمور دون تشاؤم أو سوداوية. ولكن لماذا يجب أن تفكر بإيجابية، وما هي الفوائد لهذا النهج من التفكير؟ في الواقع أن التفكير الإيجابي له فوائد عديدة، فنظرت العديد من الدراسات في دور التفاؤل والتفكير الإيجابي وأثره على الصحة العقلية والبدنية للأفراد. في الواقع ليس هناك أي جوانب سلبية للبقاء متفائلا والتفكير بإيجابية. قد تشمل بعض الفوائد الجسدية، مثلا التمتع بالعمر أطول بسبب تعرض الشخص الإيجابي لفرص أقل لخطر الإصابة بنوبات القلبية، والتمتع بالصحة البدنية أفضل عموما، ومقاومة الأمراض مثلا نزلات البرد وغيرها. كما أن التفكير الإيجابي يخفض ضغط الدم ويساعد في تحكم التوتر الناتج غالبا عن الشعور بالضغط وعدم القدرة على التصرف. في التفكير الإيجابي يخلصك من هذا العوارض، مما يحسن شعورك العام ويقلل التوتر. أما الفوائد العقلية للتفكير الإيجابي فتشمل تمتعك بالمزيد من الإبداع، فيتصف الأفراد الذين يتبعون نتائج التفكير الإيجابي بالقدرة على الابتكار، ويمتلكون مهارات أكبر في حل المشكلات، ويتمتعون بالتفكير أوضح، وبالتالي إن مزاجهم العام يكون أفضل. وإن أهم أثر للتفكير الإيجابي على صحتنا النفسية يتخلص في كونه يقلل من احتمالية إصابتنا بالالتهاب. في دراسة منفصلة أجريت على أشخاص فوق السن 50، عاش أولئك الذين لديهم أفكار أكثر إيجابية حول الشيخوخة بفترة أطول، وعانوا أيضا بالنسبة أقل من الالتهابات المرتبطة بالتوتر، مما يظهر وجود روابط بين طريقة تفكيرنا وصحتنا العامة. فكلما كان تفكيرنا إيجابيا وأكثر تفاؤلا، كان تعاملنا مع المؤثرات الخارجية أكثر ثباتا، مما ينعكس بالإيجاب على صحتنا. والآن بعد أن استعرضنا التفكير الإيجابي وأهميته على حياتنا، علينا أن نتصرف كيفية ممارسته، خاصة لو كنا نتبنى طرق أخرى من التفكير طوال حياتنا. التغيير مطلب ضروري، خاصة فيما يتعلق بتفاؤلنا وانفتاحنا عن الخيارات الجديدة، وتغيير نظرتنا لمجريات من حولنا. وعلى الرغم من الأفكار الشائعة حول نمطية التفكير وثباتها، إلا أنه يمكننا تعلم ممارسات معينة تساعدنا في تحويل الطريقة التي نفكر بها. جرب هذه الطرق البسيطة لمساعدتك على ممارسة التفكير الإيجابي. أولاً، ابتسم أكثر. ففي إحدى الدراسات تبين أن الأشخاص الذين يبتسمون أكثر، حتى الابتسام المزيف أثناء قيامهم بالمهمة المرهقة،
يشعرون بمزيد من الإيجابية بعد ذلك مقارنة بأولئك الذين التزموا بتعبير أوحايا لملامحهم. ومع ذلك ستستفيد أكثر إذا كانت الابتسامة حقيقية، لذا ابحث عن الفكاهة واقضي بعض الوقت مع الأشخاص أو الأشياء التي تجعلك تضحك. ثانيا، أعد صياغة وضعك. عندما يحدث شيء سيء خارج عن إرادتك، بدلا من الانزعاج حاول تقدير الأجزاء الجيدة من الموقف والنظر بإيجابية للأحداث من حولك. على سبيل المثال، بدلا من التركيز على الازدحام المروري، تذكر على الأقل أنك تمتلك سيارة، واستغل الوقت الذي تقضيه خلق عجلات القيادة لاستماع إلى الموسيقى أو البرامج المفيدة. ثالثا، احتفظ بمدونة تذكر بها ما أنت ممتن له. قد يبدو هذا غريبا، ولكن عندما تجلس كل يوم أو كل أسبوع مثلا لتدوين الأشياء التي تشعر بالامتئان لأجلها، فأنت مجبر على الانتباه إلى الأشياء الجيدة في حياتك. فوجدت الدراسات بأن الأشخاص الذين احتفظوا بمذكرات لتدوين ما هم شاكرين له شعورا بمزيد من الامتئان والإيجابية والتفاؤل بشأن المستقبل، كما أنهم ينامون بشكل أفضل. رابعا، تصور أفضل ما لديك في المستقبل. حاول أن تتخيل المستقبل الذي تريده وآمن بأنك ستصل إليه في مرحلة ما. فكر بالتفصيل في رؤية المشرقة في مستقبلك ومهنتك وعلاقاتك. تشير الأبحاث في هذا المجال إلى أنه عندما تتخيل أن حياتك تسير على ما يرام، ستكون أكثر سعادة في الوقت الحاضر. خامسا، ركز على نقاط قوتك. جرب الخدعة التالية كل يوم لمدة أسبوع. فكر في إحدى نقاط قوتك الشخصية، مثلا اللطف، التنظيم، الانضباط أو الإبداع، ثم اكتب كيف تخطط لاستخدام هذه القوة بطرق جديدة في ذلك اليوم، وبعدها اعمل تطبيق مخططك الصغير. أقيمت دراسة على مجموعة من الأشخاص الذين فعلوا ذلك، وبينت النتائج بأنهم عززوا سعادتهم وقللوا من أعراض الاكتئاب لديهم في نهاية الأسبوع. وبعد 6 أشهر كان الأمر قد أحدث تغييرا في طريق تفكيرهم وأصبحوا أكثر إيجابية. وفي النهاية أعزائي، تذكروا بأن مع الممارسة يمكنكم إضافة المزيد من الأفكار الإيجابية إلى حياتكم والاستمتاع بمزايا التي تأتي مع التفاؤل. والآن شارك هذا الفيديو مع أصدقائك لمساعدتهم على التفكير بإيجابية، وأخبرنا في التعليقات كيف أثر التفكير الإيجابي على حياتك.